اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اساءه اخرى الى الاسلام، ما زال من ينتمون الى هذا الدين العظيم يسيئون اليه كل يوم. في سنه 2009 في نيجيريا خرج مواطن اسمه محمد يوسف قال ان التعليم حرام. التعليم حرام باللغه النيجيريه يعني بوكو حرام. هذا الرجل كان عنده أتباع كتير قوي، خاصة لما بدأ يتكلم عن تطبيق الشريعة الإسلامية في نيجيريا. مجموعته هو أقاموا أول قاعدة لهم شمال شرق نيجيريا، كان معهم حوالي 200 مسلح على الحدود مع النيجر، كان عنده عدد كبير من الستات. بدأت العمليات تنتشر لحد ما قتل محمد يوسف ده في يوليو سنة 2009 بعد القبض عليه من قبل رجال الأمن. محمد يوسف مات، لكن فكرته وجماعته ظلت على قيد الحياة. ظلت بوكو حرام جماعة إرهابية بتقوم بترويع الناس باسم الدين، حرق وتفجير للكنائس، بقوا يسموها طلبان نيجري. هذه الجماعة خلاص بقت جماعة ما حدش قادر يسيطر عليها، بدأ الناس يلتفتوا إليهم. دلوقتي في هاشتاج منتشر بشدة، ترند عالمي دلوقتي، بيطالب جماعة بوكو حرام بإيه؟ بالإفراج عن الفتيات اللي تم اختطافهم من مدرسة، 223 بنت تلميذة طالبة تم اختطافهم الشهر الماضي من مدرسة شمال شرق نيجيريا، وتم إجبار بعضهن على الزواج القسري بعد ما اعتبرتهم الجماعة الإرهابية إيه؟ سبايا. الهاشتاج هو برينج باك اور جيرلز، يعني رجعوا لنا بناتنا فتياتنا. هذا الهاشتاج انتشر جدا في العالم. من اللي دخلوا على هذا الهاشتاج ميشيل اوباما زوجة الرئيس الامريكي باراك اوباما، هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة كتبت تغريدة قالت فيها انها ضد الارهاب وان التعليم حق اساسي ولا يقبل ان يتخذ ذريعة لاستهداف الفتيات البريئات. ابو بكر شيكو ده زعيم التنظيم الحالي قال انا خطفت البنات وهبيعهم في السوق وفق شرع الله. في شرع الله سبايا الان وخطف بنات وبيعهم في اسواق؟ النهارده احنا هنتكلم عن الستات في الاسلام، ده حواري مع ضيوف الاعزاء. ده جزء من ثقافه ما منسوبه الى ديننا العظيم وللاسف لها اتباع. شريف عرفه رسمنا الجميل عمل كاريكاتير ساخر لخص فيه هذا الموقف، فقال لك بوكو حرام لكن خطف الفتيات حلال، التعليم حرام لكن خطف البنات حلال، هو ده الحلال عندنا. طيب انقلكوا لحاجة تانية وتعالوا نشوف فيديو النهاردة. وكل ست تخلي بالها من شنطتها، اللي عايز يسرق هيسرق. هذه سيدة قررت انها تسرق شنطة من ست داخل محل، هتشوفوا عملت ايه وفي النهاية نجحت ولا لا. شفتوا الشنطة يا جماعة عملت ايه؟ الست عملت ايه؟ راحت لما ما عرفتش تسرق راحت جابت شنطة تانية عشان تشغلهم فيها ورمتها وخدت الشنطة وخرجت. ايه السهولة في السرقة دي؟ الكاميرا مصورة كل حاجة، بس هتجيب الست دي منين؟ بس جريئة جدا. فعلا النجاح محتاج جهد ومثابرة، بس مش من النوع ده. ده مش جهد ده مصابرة، ده فساد. نشوف اللقطة تاني، شوف الست بتعمل ايه. بس لا دي بتسرق بثقة يا جماعة، ده ثقة. انتوا متأكدين ان الفيديو ده بتاع سرقة؟ ده كاميرا المراقبة، بس ده ثقة شديدة جدا في السرقة، والناس واقفة والناس قاعدة. انا مبسوط قوي ان الولد واخد باله من الشنطة.
يعني حط ايده عليها وهي شنطه فاضيه زي الفل. انا نفسي اشوف الام دي، يعني الكاميرا ما جابتش الست دي، هي دي الام؟ ايه ده، شنطتي فين؟ الشنطه دي مش بتاعتي يا حبيبي. وده شايل الواد على رجله وملبوخ فيه. ايوه، ما هو ده عيب الستات اللي تاخد جوزها تقعده وتشيله العيال وتحطه جنبه الحاجات وتفضل تلف، في الاخر هي ضاعت الشنطه. مبسوطه كده يا ستي؟ هو اللي هيدفع المشاريب برضه. يا لا، والست واقفه، ايه القلب الجامد ده؟ لا، وبتظبط له الشنطه. انت اخدت بالكم بتعمل ايه؟ ده بتعد الشنطه كويس. لا يا جماعه، لا يا جماعه، الصوره دي مضايقاني، الفيديو ده مش مريح ابدا للاعصاب يعني. طيب، غدا يغلق باب تقدم الوافدين للتسجيل في اللجان اللي خصصت لهم. البعض يطالب بمد مهلة الغد علشان يلحق يسجل اسمه. إلى أي حد وصلت الأمور والتقديم حتى الآن؟ هل نحن في حاجة إلى وقت بالفعل؟ معي السيد المستشار عبد العزيز سلمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. مساء الخير سيادة المستشار. مساء الخير يا استاذ خالد، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، بشكر حضرتك جدا على وقتك وانك اتحت لنا الفرصه ان احنا نكلمك. لا، تحت امركم وامر الساده المشاهدين. ربنا يخليك. سياده المستشار، بالنسبه للجان الوافدين، هو بكره اخر يوم باذن الله. هل هناك اي فرصه من اللجنه؟ يعني حصل اتصالات عديده من بعض الناس بيقولوا احنا مش لاحقين، احنا مسافرين، ده جمعه وسبت اجازه عند اولادنا، على ما نرجع علشان نسجل هيبقى الوقت ضيق جدا، محتاجين يوم او اتنين زياده. هل يمكن او في امل ان اللجنه تفتح الباب يوم او اتنين زياده؟ لا والله يا استاذ خيري، مفيش امل لا اليوم لا اتنين ولا حتى ساعه تاني، لان انا ماجد من الاصل يومين من المغرب كان ينتهي 8 اثناء تحديد الموعد، لان احنا ورانا امور كثيره جدا جدا تعقب غلق باب تسجيل رغبات الوافدين، اهمها طباعه كشوف الناخبين. ما احنا هنخرج القاعده ونخرج منها الناس اللي ادت رغبات ونوديها المكان التي ترغب التصويت فيه، وفي نفس الوقت هنشيلها من المكان الاصلي او الموطن الاصلي بتاعها. ده هياخد طبعا وقت، يعني يومين على الاقل. نعم. الاجهزه تاخد هذين اليومين لتستطيع ان تنجز مهامها. انا معطل توزيع، او اللجنه معطله توزيع القضاء على اللجان الفرعيه بالذات، وهي 14,000 لجنه منتظرين الوافدين. الوافدين اللجنة أعطتهم 15 يوما. ها، ال 15 يوما كاملة بدون أجازات، الأجازات شغالين فيها. وأعلنا أكثر من مرة إن الجهات اللي هي بتتولى الحصول على الرغبات تعمل في كل الأيام، ما عندناش حاجة اسمها عطلة، ما عندناش خميس ولا جمعة ولا سبت، كله شغال. نعم. يعني اليوم على النهاردة شغالين، السبت بكرة شغالين. نعم. وبالتالي فما نقدرش نمد اكثر من ذلك، لان هيعرقل المواعيد الاخرى ويزنقوا ميزانة كبيره يعني. سياده المستشار، هو هل عند حضرتك اعداد الذين سجلوا انفسهم حتى الان بالنسبه للوافدين؟ يعني مش عاوز اقول لسعادتك، ما يعني مش الاعداد اللي سجلهم قوي، لان يهمني العمليه الانتخابيه ما يمسهاش اي عوار. نعم. وده كان الحل للجنه انتهى بعد مداولات طويله واختيار، يعني اختيار بدائل كثيره، انتهت لان هذا الحل الامثل بما يحفظ العمليه، لان القانون الزمني بالاجر الانتخابات على مرحله واحده. لو انا خليتها على يومين تانيين مستقلين للوافدين، يبقى انا بعمل على مرحلتين، ده خالف القانون. نعم. لو انا عملت لجان وافدين في نفس الوقت مع التصويت العادي، مش هقدر انقي القاعده من التصويت من المصوتين، ومش هقدر احصر تكرار التصويت. نعم. تمام؟ ايوه.
تكرار التصويت ممكن يحدث وبصوره كبيره، وده المدخل او الباب الملكي اللي ممكن اقدر افسد من خلاله الانتخابات. لما تيجي جماعه ما او مجموعه ما، بلاش جماعه عشان ما نكونش بنتكلم على حد، تحشد نفسها وتصوت في لجان وافدين، ثم مرة أخرى في لجان وافدين، ثم مرة ثالثة، ثم تعود إلى لجانة الأصلية. أنا ما عنديش الإمكانية الفنية إن أقدر أنقي في ذات الوقت الراجل اللي صوت، أما أقدرش أشيله من لجنته الأصلية وإنه ما تصوتش فيها. نعم. طب كده هفقد مصداقيتي في منع، ما أقدرش أمنع. يعني أنا فنيا ما أقدرش أمنع في نفس اليوم، لو عملتها في نفس اليوم زي ما الناس بتطالب يعني. نعم. مش هقدر امنع التكرار. بشكر حضرتك جدا السيد المستشار عبد العزيز سلمان الامين العام للجنه العليا للانتخابات الرئاسيه. دعونا اذكركم مره اخرى بعد الفاصل، هستقبل ضيوفي الاعزاء فضيله الحبيب علي الجفري مؤسس مؤسسه طابا للابحاث والاستشارات، فضيله الدكتور اسامه الازهري عضو هيئه التدريس بجامعه الازهر، وحوار عن المرأة في الإسلام، وده الهاشتاج بتاعنا المرأة في الإسلام، هيكون بيطرح وجهة نظر المرأة والقضايا التي تثير العديد من التساؤل، مثل حور العين، وليه المرأة نصف الرجل، وليه المرأة بتوصف أحيانا بالشيطان، المرأة بتتعامل كأنها مواطن من الدرجة الثانية، ليه هي التعدد، ليه هي اللي بتضرب، ليه هي إذا عدت فكأنها تقطع الصلاة مثلها مثل الحمار والكلب كما يرد في بعض الأحاديث المنسوبة، لا أعرف صحة هذا. ضيوف الأعزاء هيتكلموا. هيكون معنا النهاردة الأستاذة أمنية طلعت الكاتبة والأديبة، الأستاذة آية دوارة باحثة في مركز قسطاط لحقوق الإنسان، أمنية عزت مدونة ونشطة في مجال حقوق المرأة. هتشاركونا بالحوار عبر تويتر أو الفيسبوك، هنكون معاكم لحظة بلحظة نشترك في هذا الحوار الثري المحترم إن شاء الله. هسيبكم الآن مع تسجيل نادر، ابتهال نادر لقيثارة السماء، فضيلة الشيخ محمد رفعت صاحب الصوت البديع اللي مرتبط في وجداننا كلنا بأذان المغرب في رمضان، يعني ما بنعرفش نفطر إلا إذا سمعنا شيخ صوت الشيخ محمد رفعت. خلونا نشوف هذا الابتهال ونلتقي بعد الفاصل. عمري عليك تشوقا خصيت وعزي الصبر، عزيت الصبر في هواك، في هواك هلأ